exercise 2 اللي هو بهذا الشكل. أعطيني الـ A in this form والـ B in this form والـ C in this form. بأول part عم بقول لي write A in the form of A radical 5، يعني كأنه عم بقول لي simplify A، ومساعدني بشغلة انه عم بقول لي اخر شيء بده يطلع على الرقم اللي تحت الراديكال هو 5 والA هو number شو ما كان ما حدد. خليني اكتب الA قدامي لنشوف كيف بدنا نشتغلها. فاذا exercise 2 part A، اعطيني الA بهذا الشكل. بدي اعمل لها سمبليفاي للاي ايكوال. كمان كل وحده من هول الراديكال بدي اشوف يا حافظها يا بعمل لها برايم فاكتورايزيشن. 45 بدي اعمل لها برايم فاكتورايزيشن لاني مش حافظها. فاذا 45 اوفر 3 هي 15 اوفر 3 5 اوفر 5 1، فاذا ايكوال راديكال 3 سكوير تايمز 5 ماينس 9 راديكال ال 20. نفس الحكي بدي اعمل لها برايم فاكتورايزيشن هاي ال 20 اوفر 2 10 اوفر 2 5 اوفر 5 1. فاذا حتصير 2 سكوير تايمز 5 بلس 2 راديكال 80. نفس الحكي كمان ال 80 اوفر 2 هي 40 اوفر 2 هي 20 over 2 هي 10 over 2 هي 5 over 5 هي 1. فإذا 2 to power 4 times 5 plus 9 radical 5 ما في أعمل فيها شيء equal. أكيد نحن بنعمل prime factorization للرقم اللي بقلب الراديكال، برات الراديكال ما خصنا فيه، كل شيء على square رح يطلع برات الراديكال. فإذا هون 3 بتطلع radical 5 ماينس هيدي 9 رح نزلها، وهون بيطلع عندي 2 لانه عليها سكوير. فاذا تايمز 2 راديكال 5 بلس 2، هون جوا عندي 2 تو باور 4 ال 4 ايفن، فاذا بس بقسمها على 2 فاذا بتصير 2 تو باور 2 راديكال 5 بلس 9 راديكال ايكوال 3 راديكال 5 مثل ما هي. 9 times 2 هي 18، فإذا minus 18 radical 5 plus 2 times 2 square في فصلها وفي اكتب الجواب دغري. 2 square هي 4، 2 times 4 هي 8 radical 5 plus 9 radical 5 equal. عندي plus و minus لعدة radicals، فإذا بحط الراديكال مرة واحدة اللي هو the same هو radical 5 مرة واحدة وبجمع الأرقام جمع عادي، يعني 3 plus 9 هي 12 plus 8 هي 20 minus 18 هي 2. فإذا 2 radical 5، فإذا طلع فعلا مثل ما قال لي A radical 5 and A is equals to 2. بعدين ببارت B عاطيني البي بهذا الشكل 3 radical 27 minus 5 radical 12 plus radical 75. والسؤال عم بيقول لي write b in the form of 4 radical b. فاذا قايل لي الرقم اللي قبل الراديكال بده يكون 4 وبقلب الراديكال b، بدي اشوف شو بدها تطلع ال b. فاذا كمان بدي اعمل simplify 3 radical 27 prime factorization، او في يكون حافظها ان هي 3 cube minus 5 radical كمان 12، في يكون حافظها في اعمل برايم فاكتورايزيشن ل 12 اللي حتطلع 2 سكوير تايمز 3 بلس راديكال 75. كمان في يكون حافظها هي 5 سكوير تايمز 3 وفي اعمل لها برايم فاكتورايزيشن. اذا رح اعملها هون 75 على 3 هي 25 على 5 5 وعلى 5 1. فاذا 5 سكوير تايمز 3 ايكوال 3 راديكال. ال 3 كيوب اكسبوننت اد، فبدي اعملها مثل ما قلنا 3 سكوير تايمز 3 ماينس 5 سكوير وراديكال رح تطلع 2 راديكال 3 بلس سكوير وراديكال رح تطلع 5 راديكال 3 ايكوال. هيدي ال 3 مثل ما هي
سكوير مع راديكال رح تطلع ل 3 راديكال 3 ماينس 5 تايمز 2 اللي هي 10 راديكال 3 بلس 5 راديكال 3 ايكوال. الجواب عندي هون هو 9 راديكال 3 ماينس 10 راديكال 3 بلس 5 راديكال 3. بما انه كلهم فيهم راديكال 3 فبحط راديكال 3 مره واحده. 9 بلس 5 هي 14 ماينس 10 هي 4. فاذا طلع مثل ما قال لي 4 راديكال بي اند بي ايكوال 3. ببارت سي اعطيني السي بهذا الشكل. عم بيقول لي simplify c بدي احسبها لشوف قد بتطلع معي. equal كمان نفس الشغل 2 radical 24 على البرايم فاكتورايزيشن هي طلعت معنا او فينا نحن نعمل برايم فاكتورايزيشن حتطلع 2 كيوب تايمز 3 ماينس radical ال 54 اذا بدي اعمل لها برايم فاكتورايزيشن ال 54 over 2 هي 27 over 3 هي 9 over 3 هي 3 over 3 هي 1. فإذا طلعت 2 times 3 cube 2 times 3 cube plus radical 600. أكيد فينا نعمل prime factorization ولكن الشيء الأسهل إن نعملها 6 times 100 وال 100 is 10 to power 2 equal 2 radical 2 cube مثل ما قلنا هي 2 square times 2 و تايمز 3 بنزلها ماينس راديكال ال 2 رح نزلها 3 كيوب مثل ما قلنا هي 3 سكوير تايمز 3 بلس هون السكوير رح تطلع مع الراديكال فاذا 10 راديكال 6 ايكوال سكوير وراديكال فاذا عندي 2 رح يطلع لعندها 2 راديكال 2 تايمز 3 اللي هي 6 ماينس اللي عليه سكوير هون هو 3 فاذا بتطلع 3 راديكال 2 تايمز 3 اللي هي 6 plus 10 radical 6 equal 2 times 2 اللي هي 4 radical 6 minus 3 radical 6 plus 10 radical 6 بيناتهم plus و minus. فإذا نحط radical 6 بيجمع جمع عادي 4 plus 10 هي 14 minus 3 هي 11. فإذا بس عملت simplify للسي طلعت بهذا الشكل. ببارت دي عم بيقول لي calculate a times b. اكيد الـ a انا طلعتها هيدي الـ a طلعت معي 2 radical 5 والـ b طلعت معي 4 radical 3 بحط كل شيء بقيمته. فاذا الـ a هي 2 radical 5 times الـ b طلعت معي 4 radical 3 لحتى اضرب 2 radicals بضرب اللي برا مع اللي برا واللي جوا مع اللي جوا. فاذا 2 times 4 اللي هي 8 وبحط الراديكال 5 تايمز 3 اللي هي 15. بس هلا هذا هو الجواب. بعدين عم بقول لي بدي احسب a سكوير. طيب الاي انا حسبتها طلعت 2 راديكال 5 ولكن بدها سكوير فبحط سكوير. اكيد هيك غلط لانه السكوير لكل الاي فلازم حط بارانثيسز. الباور 2 بوزعه لل 2 وللراديكال 5 لازم حيصير عندي 2 سكوير تايمز راديكال 5 سكوير 2 سكوير اللي هي 4 راديكال 5 سكوير حيروح سكوير مع راديكال هي 5. فاذا الجواب النهائي هو 20. طيب كمان بدي احسب البي سكوير والبي طلعت معي 4 راديكال 3 فكمان بارانثيسز لحط سكوير وبوزع الاكسبوننت فحتصير 4 سكوير تايمز راديكال 3 سكوير. ال 4 سكوير هي 16 سكوير مع راديكال فاذا 3. فاذا الجواب النهائي هو 48. بعدين عم بقول لي بدي احسب a سكوير تايمز b سكوير. ال a سكوير احيي حسبتها وال b سكوير احيي فاذا 20 تايمز 48. فاذا الجواب النهائي هو 960. عملية multiplication بسيطه.